السلام عليكم. الفيديو ده مقدم من صفحة أميكيميكال إنجينير. الصفحة دي موجودة على الفيسبوك، صفحة متخصصة في مجال الهندسة الكيميائية. بيقدم الفيديو المهندس أحمد يحيى، مهندس عمليات في شركة السويس لتصنيع البترول. هنتكلم في الفيديو على كيفية اختيار الفيد سيكشن أو منطقة دخول الفيد في الفاير هيتر أو الأفران، وكلامنا تحديدا في الفيديو على الفاير هيتر الاندايركت، يعني مفيش تبادل أو تلامس ما بين اللهب وما بين المادة اللي هتسخن، والأفران اللي احنا نتكلم عليها كمان هتكون ليكويد تيوب أو ووتر تيوب، يعني الفاير أو النار بتبقى موجودة حوالين المواسير. مبدئيا قبل ما نتكلم على كيفية اختيار المنطقة اللي هيدخل فيها الفيد، فلازم نتكلم مبدئيا على المناطق اللي بتكون موجودة في الأفران. برضو سريعا هنتكلم على أنواع الأفران بالشكل، بس هو عندنا افران اللي هي الاندايركت او الليكويد تيوب، عندنا في الافران البوكس وافران السلندريكال. البوكس والسلندريكال دول اشهر انواع الافران، وتقريبا هم ما فيش غيرهم بيتطبق دلوقتي. لما نيجي نتكلم بقى على المناطق اللي بتكون موجوده في النوعين من الافران، فالمناطق بتكون متشابهه ما بينهم. يعني مثلا لو جينا بدانا في السلندريكال اللي هو الشكل الاولاني، هنبدأ من الجزء اللي تحت اللي هي أعلى منطقة بتكون موجود فيها تبادل حراري، أو أعلى منطقة بتكون فيها حرارة. المنطقة دي بتكون حوالين اللهب، أو لو فرضنا إن اللهب موجود أسفل الفرنة والمنطقة اللي في جنب دي المواسير، فبتقول إن المواسير هيتم التبادل الحراري ما بينها وما بين اللهب عن طريق الراديشن أو عن طريق الإشعاع أو عن طريق الموجات الحرارية اللي بتكون موجودة. طيب بعد كده هنطلع شوية، هيبقى في منطقة اعلى شوية، دي بنقول عليها منطقة الشيلد او اللي تشك، اللي هي المنطقة اللي هي بتكون اخر مواسير بتشوف النار، وبتكون الحرارة تقريبا اقل من الحرارة اللي بتبقى موجودة في المنطقة اللي هي بتاعت الاشعاع. اعلى شوية بتبقى منطقة الكونفكشن او منطقة الحمل، دي المواسير اللي بتكون موجودة في الكونفكشن ولا ماسورة منهم بتشوف النار، والمواسير دي بيتم التبادل عن طريق الفلو جاز او عادم الحريق اللي هو خارج من اللهب اللي اتكلمنا عليه موجود اسفل الفرن. منطقه الكونفكشن لان التبادل بيكون مع عادم الحريق، وعادم الحريق بيكون اغلبه هواء لان احنا بندخل هواء مع الغاز او مع المازوت اللي هيدخل يتحرق، هيطلع نواتج الحريق مثلا اكسيد الكربون واكسيد النيتروجين واكسيد الكبريت بيطلع برضه اوقات، وكمان بندخل اكسس اير هواء بزياده علشان نضمن ان الحريق يكون كامل. فتقريبا الفلو جاز الخصائص بتاعته تعتبر خصائص الهواء، ولما بنيجي نتعامل مع خصائص الهواء بنلاقي ان معامل التوصيليه الحراريه للهواء ضعيفه جدا جدا. فعلشان نعمل تبادل حراري ما بين الهواء وما بين اي ماده تانيه، فلازم نعمل تحايل على المعده اللي موجوده. والتحايل اللي احنا بنعمله في الفاير هيتر في منطقه الكونفكشن لان بيحصل تبادل تقريبا مع الهواء، فالتحايل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط اجزاء خارجيه على المواسير. الاجزاء الخارجيه دي بيبقى ليها كذا شكل زي الاشكال اللي قدامنا اللي هم الثلاث انواع دول. نفس الكلام الاجزاء الخارجيه دي بتكون موجوده على السطح الخارجي في المواسير الخاصه بالاير كولر او المبدل الهوائي، وبتكون غالبا فينز زي الشكل اللي انا بشاور عليه ده. الفنز اللي بتكون موجوده في الاير كولر غالبا بتكون تقريبا 20 حلقه في البوصه الواحده، لكن الفنز اللي بتكون موجوده في الكونفكشن ممكن تبقى 3 حلقات في البوصه الواحده. طيب الفرق ما بين 20 حلقه في البوصه الواحده في منطقه في استخدام الاير كولر والثلاث حلقات في البوصه الواحده في منطقه الكونفكشن، لان منطقه الكونفكشن احنا قلنا تقريبا بعمل تبادل حراري مع الهواء، ولكن ما بيكونش هواء بيور، بيكون معايا شويه كربون ناتج من الحريق فرضا ان الحريق كان غير كامل. فشويه الكربون اللي موجودين لو انا حطيت 20 حلقه في البوصه الواحده، فالكربون هيدخل ما بين الحلقات لان المسافات هتكون ما بين الحلقات قليله شويه، هيدخل ما بين الحلقات ويقعد يترسب ما بين الحلقات. طيب لما يترسب ما بين الحلقات بيعمل عمليه عزل حراري على المواسير، فالحل ان انا اوسع المسافات اللي ما بين الحلقات. عشان كده بنقول ان المسافات اللي ما بين الحلقات في الكونفكشن بتكون اعلى من الاير كولر، فبتكون تقريبا 3 حلقات في البوصه الواحده.
لو اتكلمنا على الافران البوكس هنلاقي برضو نفس الكلام. لو فرضنا ان النار او اللهب موجود اسفل الفرن، فهنقول المنطقه الاولانيه اللي موجوده قريب من اللهب اللي هي بيتم تبادل الحراره عن طريق الكونفكشن او عن طريق الراديشن اسف او عن طريق الاشعاع. المنطقه دي اللي احنا بنقول عليها راديشن زون، اعلى شويه بنقول منطقه التشوك او منطقه الشيلد. منطقه الشيلد ما بيكونش فيها الحلقات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتكون موجوده في الكونفكشن، واتفقنا ان منطقه الشيلد هي اخر مواسير بتشوف النار، واتفقنا ان منطقه الشيلد بتقابل الحراره باقل من الراديشن وبيتم التوصيل الحراري عن طريق الفلو جاز او عادم الحريق. فبيكون الماتيريال بتاعت الشيلد زون ماتيريال ما بين الماتيريال بتاعت كونفكشن، لو قلنا ماتيريال كونفكشن لانها بتبقى اقل حراره في الافران فبتكون ماتيريال ارخص شويه، منطقه الراديشن بتبقى لان اعلى حراره في الافران فبتكون المنطقه اغلى، ما بين الاثنين منطقه الشيلد زون او منطقه التشوك. بعد كده نفس الكلام هنتكلم على منطقه الكونفكشن اللي بيكون فيها نفس الشكل اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، زي ما قلنا هنا تقريبا اللي هي الفنز اللي غالبا بتكون ثلاث حلقات في النص. المهم نرجع للموضوع، موضوعنا بيقول المناطق الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم واشهر مناطق بيدخل فيها الفي دي هي منطقه الكونفكشن هي منطقه الراديشن. نتكلم ليه بنكون ليه بنلاقي ان في بعض الافران الفيد بيدخل في منطقه الكونفكشن وبعض الافران بيدخل في منطقه الراديشن. فرضا ان انا عندي فاير هيتر، هعمل الحسابات بتاعتي ان انا هدخل الفيد في منطقه الكونفكشن، يعني اخر حاجه هتتبادل مع الفيد هي الفلو جاز، يعني هيتبادل في تحت خالص في منطقه الراديشن مع الاشعه اللي طالعه من اللهب، هيطلع الاشعه اللي طالعه من اللهب دي اللهب نفسه هيطلع عادم الحريق، عادم الحريق هيعمل تبادل حراري مع منطقه الكونفكشن، وقلنا ان منطقه الكونفكشن هي اللي فيها الفيد بتاعي. نتكلم بقى فرضا ان انا عندي مثال الداتا اللي موجوده عندي بتقول ان حراره الدخول بتاعت الفيد ايا كان الفيد نوع ايه ليكويد غاز ايا كان، حراره الفيد بتاعتي 331 فارنهايت اللي هي تقريبا 166 سيليزيوس، وحراره الخروج اللي انا عايزها تبقى 678 فارنهايت اللي هي تقريبا 359 سيليزيوس. فرضا ان انا هشتغل الوقود بتاعي هيكون غاز، وطالما استخدمت غاز ففي نوعين من الغاز، الغاز الاشهر المستخدم في الشركات بنقول عليه ريفاينري غاز او الغاز اللي بيكون ناتج غازات حريق ناتج من كذا وحده موجوده في المصنع فبتترمي في الشبكه العموميه بتاعه المصنع. الشبكه دي بنقول عليها الفلو جاز، يعني غازات حريق ولكن الكومبوزيشن بتاعتها غير الكومبوزيشن بتاعت الناتشرال جاز اللي بتبقى موجوده عندي اللي تقريبا بتكون اكتر من 90% ممكن 98% منها ميثان. الريفاينري جاز الكومبوزيشن بتاعتها متغيره مع عدد الوحدات اللي شغاله ومع كفاءه الوحدات اللي شغاله. نتكلم تقريبا الريفاينري جاز بنقول ان في حاجه اسمها النت هيتنج فاليو غالبا بتكون 19700 بي تي يو بير باوند، يعني كل ما استخدم باوند واحد من الغاز اللي هو ريفاينري جاز اللي انا استخدمه في المصنع هاخد طاقه حراريه بي تي 19700 بي تي يو. طيب في حاله ان انا استخدمت مازوت او وقود ليكويد ساعتها النت هيتنج فاليو بتقل شويه بتكون 17500 بي تي يو بير باوند. المهم فرضا ان انا هستخدم غاز في الحريق اللي هو النت هيتنج فاليو تقريبا 19700 بي تي يو بير باوند. هفرض ان انا هستخدم اكسس اير، ان احنا قلنا معلومه سريعه كده الاكسس اير اتفقنا ان هو بدخله بزياده بيكون تقريبا من 10 ل 15% في حاله ان انا استخدمت غاز، وبيكون من 15 ل 20% او ممكن يوصل ل 25% في حاله ان انا استخدمت وقود سائل اللي هو تقريبا مازوت او صولار. فهنفرض ان انا هنا هستخدم الاكسس اير 15% عشان اضمن الحريق يكون كامل. دايما بيكون في فقد في الديوتي اللي انا بحصل عليها من الفاير هيتر، يعني ما بيكونش ما فيش حاجه بتكون كامله 100%. يعني معنى كده ان احسن فرنه في الدنيا الافشنسي بتاعتها هتكون 98%، لان احنا اتفقنا ان اللوسز لازم يكون في لوسز، اللوسز ده هنفرض ان هو 2%. اللوسز ده
ممكن يترجم بأي طريقة، ممكن نقول مثلا إن حصل امتصاص لبعض الحرارة اللي بتكون موجودة ناتج اللهب عن طريق العازل الحراري أو الطوب الحراري اللي متبطن في الفرن من جوه. ممكن نقول إن الحرارة دي ممكن يكون في فتحات موجودة أو في بوابات أو هوايات موجودة في الأفران مفتوحة، اللي هي المنطقة اللي أنا بشوف منها المواسير وبشوف منها شكل اللهب. لو الأماكن دي مفتوحة وأي فتحات مفتوحة في الفرن، فممكن إن هي تدخل هواء بارد جوه الفرن. الهواء البارد ده مش هيدخل يتحرق، هيدخل يقلل درجة الحرارة بتاعة الفرن، فهيعمل لوسز للديوتي اللي أنا عايز أوصل لها، أو للديوتي اللي أنا هحققها عن طريق الحرق بتاع الوقود. المهم، لو جينا بدأنا في الحسابات، هنبدأ في الحسابات. أول حاجة حساباتنا، هنفرض ان الفلو جاس تمبريتشر او عادم الحريق دايما بيكون او غالبا بيكون كشغل ديزاين كشغل ثيوريتيكال بتكون 150 فahrenheit زائد الحراره بتاعه الدخول بالفahrenheit. يعني احنا قلنا من شويه ان حراره الدخول 331 فahrenheit اللي هي تقريبا 166 سيليزيوس، هتبقى ساعتها لو جمعنا عليها 150 فahrenheit هتبقى 481 فahrenheit اللي هي تقريبا 249 سيليزيوس. طيب ال 150 فهرنهايت دي تقريبا 66 سيليزيوس. المهم عندي ان حراره عادم الحريق او الحراره اللي هتخرج من المدخنه اللي هي الفلو جاز تكون اعلى من 400 فهرنهايت. 400 فهرنهايت اللي هي تقريبا 204 سيليزيوس. طيب احنا ليه بنتكلم على الحرارات ان هي اللي تخرج من عادم اللي هو عادم الحريق اللي يخرج على الجو من المدخنه يكون تقريبا 400 فهرنهايت او تقريبا 200 سيليزيوس؟ احنا عندنا قوانين للبيئه، قوانين البيئه دي اللي بيحكمها الطبيعه او الخطوره اللي ممكن ااثر عليها، الطبيعه اللي انا ممكن ااثر عليها عن طريق الحراره العاليه بتاعه الفلو جاز. يعني مثلا لو الحراره عدت مثلا لو وصلت مثلا ل 300 400 500 سيليزيوس وهي طالعه على الجو، فممكن انها تاثر على الكائنات الموجوده في الجو اللي هي الطيور اللي موجوده في الجو، ممكن تاثر على طبقه الاوزون اللي موجوده في الجو. عشان كده بيبقى فيه رينج غالبا لما بنيجي نعمل ديزاين للافران غالبا بنلجا للرينج ده، بيكون هو الماكسيمم بتاعي. يعني تقريبا بنقول ان 250 260 سيليزيوس هي اللي بتكون اعلى درجه حراره انا ممكن اخرجها على الجو. طيب اقل درجه حراره ممكن اخرجها على الجو، في يعني بعض الشركات بتختلف على الموضوع ده، في شركات بتقول 140 150 160، لكن الرينج الطبيعي اللي ممكن نشتغل عليه 180 ممكن 160 170، ممكن ننزل ل 160 يعني. طيب خلينا في المضمون، المضمون اللي هو من تقريبا من 180 ل 250. طيب لو انا نزلت عن كده، لو انا نزلت مثلا عن 120 190، ايه اللي ممكن يحصل؟ غازات الحريق اللي داخله عشان تتحرق اتفقنا ان هي ممكن يكون موجود فيها كبريت، ممكن يكون فيها نيتروجين. طيب الكبريت والنيتروجين لما يدخلوا ويتحرقوا هيتحولوا لاكاسيد وهيطلعوا على الجو، بنقول عليها السوكس او اكسيد الكبريت والنوكس اكسيد النيتروجين. مشكلتي مع السوكس والنوكس ان هما لما بيطلعوا على الجو في درجه حراره لاي غاز مهما كان بنقول عليها الديو بوينت او درجه الحراره اللي بيتحول فيها الغاز لليكويد او اول قطره من الغاز تظهر مع التبريد. يعني مثلا الحراره عندي طالعه 100 درجة، ال 100 درجة دي سهلة قوي ان هي تقل تبقى 90 تبقى 80، ممكن ان هي توصل للديو بوينت اللي هي اللي تحول السوكس او النوكس لليكويد، وساعتها لو اتحولت لليكويد هتكون في صورة احماض. يعني السوكس هتكون في صورة احماض كبريتية والنوكس هتكون في صورة احماض نيتروجينية. وهنا اللي بنقول امطار حامضية، امطار حامضية دي ممكن تكون موجودة وانت مش شايفها، ممكن يكون الغازات طايره حواليك اللي هي السوكس والنوكس وانت مش شايفهم على اساس ان هم بيعملوا تهيج للعين وتهيج للانف. عشان كده ممكن نلاحظ ان اغلب الناس اللي شغالين في الشركات بيشتكوا من الجيوب الانفيه، ان في مفيش في غازات كتير حوالين هم بيشموها وبتعمل لهم مشاكل في الجيوب الانفيه. طيب انا لو قللت عن الحراره اتفقنا ان هي هتكون مشكله، هتعمل لي الامطار الحامضيه هتنزل على المعدات، تعمل لي تاكل للمعدات وهتنزل على العمال اللي موجودين تسبب لهم مشاكل. طيب لو انا زودت الحراره زياده عن اللازم اتفقنا ان هي هتاثر على الطيور وهتاثر على طبقه الاوزون. طيب
لو انا مشيت في الرينج الطبيعي اللي هو تقريبا 180 ل 250 سيليزيوس، فال 180 250 سيليزيوس، فالغازات دي مسيرها هتقل درجه الحراره بتاعتها، ومسيرها ان هي هتكون امطار حموديه، ولكن لما تكون امطار حموديه تكون امطار بعيد عن المصنع، بعيد عن المنطقه السكانيه، يعني تكون امطار حموديه في الصحراء، تكون امطار حموديه في البحر. لكن في المنطقه السكانيه او في النطاق اللي هو بتاع المصنع او المدينه مثلا، او المصنع جوه مدينه، فما يتعملش امطار حموديه. المهم نرجع للموضوع، اتفقنا ان فلو جاز تمبريتشر او عدم الحريق بيساوي درجه حراره الدخول اللي هي 331 فارنهايت زائد 150 فارنهايت، وصلنا 481 فارنهايت، واحنا بنقول ان دي بتكون اعلى من 400 فارنهايت، يبقى انا كده تمام. قلنا 481 فارنهايت اللي هي تقريبا 249 اللي هي تقريبا 250 سيليزيوس. طيب فاكرين الهيتنج فاليو اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي النت هيتنج فاليو دي اللي احنا قلنا عليها 19700 بي تي يو بير باوند. طيب انا دلوقتي الحراره اللي خارجه عندي من المدخنه 481. طيب 481 هي المفروض ان انا اخد 19700، هل في الواقع انا اخدت 19700 بي تي يو بير اور؟ لا، اللي انا اعرفه ان كل ما الحراره بتاعت عدم الحريق بتتغير، كل ما البي تي يو بير باوند بتتغير. يعني مثلا لو الحراره دي مثلا 481، الحراره دي زادت بقت 500، يبقى انا كده ما خدتش حراره كافيه، ما امتصتش حراره كافيه من عدم الحريق او من الغازات اللي انا ولعتها في الفاير هيت. فبعرف انا استفدت بهيتنج فاليو قد ايه. يعني مثلا انا عندي هنا الهيتنج فاليو الافيلبل او اللي انا استفدت منها او اللي انا قدرت ان انا اعملها عمليه امتصاص من الناتج الحريق 17700 بي تي يو بير باوند. طب 17700 لكن انا اقدر اخد 19700، طيب الباقي راح فين؟ الباقي ده بنقول عليه فقد حصل او لوسس حصلت او في مشاكل حصلت، او ان الغاز اللي طلع اللي هو الفلو جاز اللي طلع على المدخنه طلع بحراره عاليه زياده عن اللازم، يعني الحراره دي انا كان ممكن استفاد بيها لكن ضيعتها، هي دي تعتبر لوسز بالنسبه لي، تقلل من الافشنسي بتاعت فاير هيت. طيب نشوف ال 17700 دي انا اصلا جبتها منين؟ جبتها من الشارت ما بين الاكسس اير، فاكر الاكسس اير اللي انا كنت حاططها من شويه اللي هي ال 15% اكسس اير، وما بين الفيو جاس تمبريتشر دي احنا قلنا درجه الحراره اللي هي عادي من الحريق اللي خارجه على الجو من المدخنه. ندخل على التشارت، ادي التشارت، التشارت بيكون تحت الفلو جاز تمبريتشر بالفرنهايت اللي هي تقريبا 481 اللي احنا جبناها من شويه، لو طلعت ب 481 وفي خطوط جايه بالعرض، الخطوط الجايه بالعرض اللي هي الاكسس اير، انا عندي 15% يعني ما بين ال 10 وما بين ال 20 مديت خط، يبقى ده 15% الاثنين قطعوا بعض، جبت هنا النقطه تقريبا 17700، هي ال 17700 دي اللي هي الهيتنج فاليو الافيلبل او اللي انا قدرت ان انا احصل عليها من الحريق بتاع ريفاينري جاز. ندخل في قانون تاني، قانون تاني بيقول الهيت اكستراكتد، الهيت اكستراكتد يعني القيمه الحراريه او الكفاءه او الافشنسي اللي انا امتصتها من عدم من الحريق بتاع الريفاينري جاز. فبنقول ان الهيت الافيلبل اللي هي القليله 17700 على النت هيتنج فاليو اللي هي الستاندرد اللي هي 19700 هنضربها في 100 عشان نحصل على بيرسنت. طيب عملت الموضوع ده 17700 على 19700 في 100 طلع 89.85، كده الكفاءه بتاعت الفرنه او الكفاءه الكفاءه بتاعت التسخين او الكفاءه بتاعت الفرنه اللي انا حصلت عليها من الحريق بتاع ريفاينري جاز، نفس الكلام. طيب نعمل ايه تاني؟ فاكرين اللوسز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي اللي بنفرضها 2%، نطرح الاثنين من بعض 89.85 نطرحها من 2% طلع 87.85، يبقى دي الكفاءه بتاعت الفاير هيت. كفاءه الفاير هيت او الافشنسي بتاعت الفاير هيت او الافشنسي الافران بتتحسب بكذا طريقه، دي ابسط طريقه ممكن تتحسب بيها الكفاءه بتاعت الافران. طيب خلينا نتكلم ان كفاءه الفرن حاليا وصلت معانا 87.85%. طيب ايه الستاندرد بتاعي او ايه المفروض انه يحصل؟ المفروض انه يحصل ان هي تكون اعلى من ال 80%. طب هي اعلى من 80% يبقى انا كده تمام. طيب تمام على ايه؟ تمام ان انا دخلت الفيد بتاعي في منطقه الكونفكشن، قلت لك ان الحسابات دي
فرضتها ان الفيد بتاعي دخل في منطقه الكونفكشن. يعني ايه؟ يعني انا لما انا اخذت الحراره بتاعت ال 331 دي حراره الدخول بتاعت الفيد في منطقه الكونفكشن اللي هي اخر منطقه بيحصل تبادل حراري فيها مع الفلو جاز اللي هو عادم الحريق اللي انا حسبت على اساسه الافشنسي. طيب فرضا ان انا عملت الحسبه دي بتاعتي كلها ولقيت ان الافشنسي بقت 60%. طيب ازاي توصل 60%؟ معنى كده ان الرقم اللي هنا مثلا 62% ناقص 2 بقى 60%. طب 62% دي وصلت ازاي اصلا كده؟ معنى كده ان القانون اللي قبله اللي هو الهيت اكستراكتد القيمه بتاعت الطرف ده قلت. ايه الحاجه اللي ممكن تخلي الطرف ده يقل؟ اكيد البسط بتاعي اللي هو 17700. طب ال 17700 دي تقل ازاي اصلا؟ اتفقنا ان ال 17700 دي ليها علاقه ما بين درجه حراره عادم الحريق. يعني مثلا لو انا خليت عادم الحريق بدل ما هو 480 هخليه 800 فارنهايت. اهو 800 فارنهايت. طب 800 فارنهايت وهفرض ان الاكسس اير نفس الكلام 15. طيب وبعدين لقيت ان الهيتنج فاليو الافيلبل بقت تقريبا نقول 15 برضه 700، نقول 15 700000 بي تي يو بير باوند. طيب 15 700 اول ما ادخلها على القانون هنا هلاقي ان القيمه كلها قلت. طب القيمه لما تقل في الجزء ده هيقلل الافشنسي وبالتالي هيقلل هنا الافشنسي اللي هي الاكسبكتد وبالتالي هيقلل التوتال افشنسي بتاعت الفاير هيت. طيب واخد بالك ان العلاقه كلها بالفلو جاز او عادم الحريق. طيب في الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي ما اخليش عادم الحريق يعمل تبادل مع الماده اللي انا عايز اسخنها. يعني ما اخليه لو انا عندي مثلا خام مثلا كرود اويل ما اخليش الكرود اويل هو اللي يتبادل مع عادم الحريق في الاخر هي في منطقه الكونفكشن. طب تعمل ايه؟ اخلي عادم الحريق يتبادل مثلا مع ميه مع هواء. طيب ازاي؟ هجيب ميه سخنه، هجيب ميه بتكون تقريبا سخنه، يعني ممكن مثلا نجيب ميه درجه حرارتها 100، درجه حرارتها 150 واحولها لبخار. طب ازاي درجه حراره ميه اصلا 100 او 150 وهي اصلا مش بخار؟ لان انا ال 100 او ال 150 بيكون الضغط بتاعها عالي فما بتحولش بخار في نفس الحراره دي. طيب نرجع للموضوع، جبت الميه درجه حرارتها مثلا 100 احولها بخار، يبقى انا بدل ما بدخل الفيد بتاع بدل ما الفيد اللي بيدخل على منطقه الكونفكشن بدل ما يكون 331 فارنهايت بيكون 100 فارنهايت. تمام؟ طالما انا جبت هنا 100 فارنهايت يبقى انا لما اجي ادخل في الفلو جاز تمبريتشر هقول 100 زائد 150 بقت هنا 250. طب 250 فارنهايت ما هو غلط. يبقى انا اسخن الميه شويه. هخليها مثلا 200 هخليها نقول مثلا 250. طيب 250 دخلت هنا 250 زائد 150 بقت 400 بتوعي، يبقى انا كده صح قللت شويه، قللت 81 فارنهايت. 81 فارنهايت مثلا ال 81 فارنهايت دي هترفع لي الكفاءه بتاعت الفرن، ولكن ما تاخدش المثال على اساس ان هو كان 481 وانت قللته خليته 400، لا احنا بنتكلم في المثال. مثلا انا خليته هنا 800 وانا قللته خليته 400 يبقى فرق 400 فارنهايت. طيب نرجع للموضوع، دخلت الميه سخنه طلعت بخار. طيب ممكن الميه لما تدخل وعقبال ما تطلع بخار تقل درجه حراره عادم الحريق، تقل مثلا تبقى زي ما اتفقنا ان هي تبقى هنا اقل من 400 اللي هي تعمل لي مشكله مع السوكس والنوكس تعمل لي احماض. طب الحل ايه؟ انا ما عنديش حاجه ثانيه سخنه غير الميه، دخل ميه سخنه ما تدخلهاش. لو ممكن تدخل ميه بطريقه ثانيه، ما تدخلش الميه بحيث ان هي تتحول بخار، ان هي تسخن الاول بعد كده تتحول بخار، لا انا ممكن ادخلها عند الساتوريتد تمبريتشر. يعني مثلا ميه بضغط واحد ادخلها بدرجه حراره 100. طب ما هي 100 دي اول ما تلقط الحراره اللي هي الليتنت هيت هتتحول مره واحده لبخار عند نفس درجه الحراره اللي هي ال 100.
يبقى ساعتها عادم الحريق هيقل، بس مش هيقل للدرجة اللي هي ممكن توصله ل 400. طيب ما عنديش ميه، ممكن تجيب بخار وتسخنه، تحول بخار بدل ما هو ساتيوريتد تحوله سوبر هيتد. ما عندكش بخار، ممكن تحول هواء، اسخن هواء. الهواء اللي انا بستخدمه في الحريق، الهواء ده بيكون درجة حرارة بتاعته هي درجة حرارة بتاعت الجو. فأول ما بيدخل على اللمبات بتاعت الحريق أو البرنر بتاعت الحريق، الهواء بيدخل بيعمل عملية الكومباشن أو التفاعل الحريق بتاعي، فالتفاعل بيتم والحرارة بتعلى. الحرارة بتعلى بتوصل تقريبا ل 1600 1500، ممكن توصل ل 2000 درجة حسب الكومبوزيشن بتاعت الغاز. طيب فرضا إن هي وصلت ل 1500، ال 1500 اللي أنا مدخل هواء بارد عندي، مثلا الهواء الجو درجة الحرارة بتاعته 20 15 سيليزيوس مثلا، ال 15 هيدخل هيعمل التفاعل الحريق يوصل ل 1500، يقل شويه يبقى 1300، يبقى انا فقدت مثلا 200 درجه على الفاضي، 200 درجه بسبب ان الهواء بارد. طب ما انا قبل ما ادخل الهواء على الفاير هيتر اسخن الهواء شويه. طب هسخن الهواء ازاي؟ هسخنه عن طريق ان انا ادخله على منطقه الكونفكشن. بس هنا بقى بنقول حاجه تانية خالص، بقول ان انا بعمل ايكونومايزر، او يعني بيبقى تكنولوجي مختلفه شويه عن ان انا بعمل تبادل حراري ما بين الهواء وما بين عادم الحريق. طب انت ما بتدخلش الهواء ليه في نفس المواسير بنفس الشكل اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي منطقه الكونفكشن؟ لان زي ما قلت لك من شويه ان الهواء معامله التوصيليه الحراريه بتاعته قليله، فما بالك ان انا تحايلت على المواسير من الخارج عشان اعمل تبادل ما بين الهواء اللي في الخارج. طب لما يكون عندي هواء جوه وهواء في الخارج، هواء في الداخل وهواء في الخارج، طب اعمل ايه؟ ساعتها الموضوع بيبقى مختلف شويه. ما بتكونش بقى مواسير، بتكون شرايح هي بيدخل فيها الهواء من الداخل والهواء من الخارج، وبتوع الاتجاه بتاعها غالبا بيبقى كروس فلو، يعني الهواء الداخل والهواء الهواء اللي جوه والهواء اللي بره بيكونوا عمودي على بعض، عشان اقدر ان انا اعمل تبادل حراري ما بين هواء وهواء اللي هو اصلا معامل التوصيليه الحراريه بتاعته قليله جدا. طيب انا كده عرفت انا امتى بستخدم الفيد بتاعي او الفلويد بتاعي في منطقه الكونفكشن، وامتى ممكن استخدمه في منطقه الراديشن، وقلنا شويه حسابات بسيطه جدا ممكن ان انا استخدمها ان انا احسب الافشنسي بتاعت الفاير هيتر. شكرا على وقتكم، ويا ريت اسمع الكومنتات بتاعتكم على الفيديو، ولو غلطت في اي حاجه ممكن حضراتكم تصححوا لي، وان شاء الله لو في اي حاجه مش واضحه ممكن ان احنا نفسرها برضو عن طريق فيديو تاني، او ان انا اصلح اصلا الفيديو ده من الاساس. ما تنسوش الاشتراك في الصفحه بتاعتنا اي ميكانيكال انجينير، الصفحه دي اجنبيه موجوده على الفيس، والصفحه اللي هينزل على الفيديو ده اللي هي الصفحة بالعربي اسمها EG Ice. شكرا.